مرحبا بكم على اكسبريس اف ام، سعداء جدا بمرافقتكم في لوماغ اكسبريس من توا حتى للسبعه. وليد برحومه قدام الميكرو، عليا باشا في الاخراج، تقوى المديوني في الديجيتال، تابعونا باليوتيوب يا مال الشين اكسبريس اف ام ولا لاباج فيسبوك اكسبريس اف ام. تعد هذا البرنامج وبعد شويه باش تعمل بينا جوله في اخبار ال 24 ساعه الاخيره. زين بالباسي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا وليد. هاجر بوجمعه اليوم في اشتاغ، على شنو باش نحكيو؟ نظرية المؤامرة اللي بتهزنا للهاوية قريب. نظرية المؤامرة اللي زادت تعقيدة في الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا الكل باش نتناقشوا فيه مع ضيفنا رئيس الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك. في أواخر الأسبوع الفارط كنت عقدت المؤتمر نتاع الائتلاف الوطني التونسي، والمؤتمر قرر ترشيح ناجي جلول رئيس المؤتمر الائتلاف. لا با وانتخبنا وطلعنا ما مازلت ما عقدتش الاعلان الرسمي للترشح. مازال هو 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 المؤتمر نتاع الائتلاف رشحك انت، رشحك انت معناها اما الاعلان الرسمي ان شاء الله بالجمعه الجايه ساق الاعلان الرسمي تيوريكمون ماشيين للترشح. علاش هل الوقت ما بين ترشيح المؤتمر ليك والاعلان الرسمي؟ انا ما نحن في البلاد هذه نعيشوا معناها بعلي بعلي بلاد كل شيء بعلي. انا خويا نحب نكون قانوني، معناها الحزب يرشحني والحزب حاجه وانا حاجه، ويوم اعلن على ترشحي لكم شكون الجمعه الجايه ماكسيموم ساتخلى على رئاسه الحزب، باعتبار ما نمش نطالب بالتوانسه باش يطلبوني توانسه يسارا يمينا باش ينتخبوني، ونكون رئيس حزب عنده توجه خاص. اذا سيتزامن الاعلان على الترشح الرسمي مع اذا الاعلان على التخلي لرئيس الحزب لي اذا شخصيه اخرى داخل الحزب. هذا ما عنده حتى علاقه بعدم الاعلان الرسمي حتى لتوا على تاريخ الانتخابات. لا هو شوف فما حاجه اخرى، ما تعرف قلت لك بلاد بعلي معناها لليوم ما نعرفوش وقتاش تصير انتخابات. في بلدان نعرفها في افريقيا بعام معناها قبل بعام نعرف تاريخ الانتخابات. نورمالمون تاريخ الانتخابات يكون فيكس ما يتبدلش، في البلدان الديمقراطيه معروف نهارو. ما نعرفوش شروط، الشروط نعرف ايش هي. انا عندي خطيه جريمه انتخابيه من الانتخابات السابقه، ثم باج اسمها ناجي جلول ما نعرفهاش قالت لقد ادى السيد ناجي جلول واجب الانتخاب. انا ضربوني بخطيه تو لازم نخلصها تو ان شاء الله. هل تو ما خلصتهاش؟ مش باش نخلصها تو، اش عملها تو؟ انا غالب كنت ناوي الا معناها مش يقع البث فيها على هذا الاساس. ما نعرفش عليه، بالك يعملوا خطيه اخرى انا ما نعرفش. ناجي جلول على انا اساس ما انت ناوي تترشح للانتخابات الرئاسيه وانت ما زلت حتى ما تعرفش قانون اللعبه. هذاك علاش مازلت ما اعلنتش رسميا الترشح. انا نستناو. ما فما كان هذا في البلاد مش موجود، قلت لك بلاد بعلي. تطلع في الصباح تستنى في الكار، ما تعرفش تجي ولا ما تجيش. معناها البلاد توقفها انت كان يشوفوا الهلال، الهلال شافوا ولا لا؟ تصور بلاد واقفه على الهلال، تمشي مش تسافر، الطياره ما جاتش. تو انا بروح من البلاد، الطياره ما جاتكش. تمشي باش تشري خبز ما تلقاش خبز. ما قلت لك بلاد بعلي بكلها، ونحكيو على الحضاره والحداثه وسبعين سنه من الانجازات والمؤسسات. قلت لك هذيك بعلي، وتعرفش معناها بعلي في اللغه في الهجه التونسيه؟ الاله اللي يعطي الاسم بعلي هكا هو اللي يصب المطر. معناها تحت مازلنا تحت حمايه بعل حنون اله الكبير. وتعرف بعل حنون شو مشكلته؟ هو اله التوفات، كانت تقدم له القرابين الانسانيه كاطفال، كي تمشي التوفات تصلابه تلقى دي زوسمون توليدات صغيرات، حتى يضرون مازلنا احنا في البعلي حاجه واحده مازالت قريب نقدموا القرابين لاولادنا. تعرف نقدموا قرابين اولادنا؟ مش نقدموا لاولادنا ولا خد اولادنا، نقدموا فيهم قرابين للبحر، هاك قاعد يموتوا في البحر، مش قرابين بعليه هذيك. هات نبداو بالاخبار واش صاير في ال 24 ساعه الاخيره، بالطبيعه باش نحكيو على موضوع الهجره. ايش عندنا اليوم؟
نبدأ بأشغال الجلسة العامة في البرلمان اليوم اللي استؤنفت برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربيلة، ويتضمن جدول الأعمال التداول حول وضعية المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة أن تعامل مؤسسات الدولة مع المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء كان وفق للمواثيق الدولية وبطرق تليق بكرامة الإنسان، كما شدد على أن كل ما قيل عكس ذلك قد ثبتت عدم صحته وفق تصريحه. في ذات الإطار تطرق رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمن القومي البارح إلى ملف الهجرة غير النظامية، وأكد أنه تمت إعادة حوالي 400 شخص من الحدود الشرقية، وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت متعلقة بالوضع داخل البلاد، وأشار إلى أنه ما كان لها أن تستفحل لولا الوضع الداخلي غير الطبيعي، وقال أنه تدفق المئات من المهاجرين غير النظاميين في اليوم واحد يقابله في نفس الوقت تدفق الأموال بالمليارات من الخارج، والفت إلى أنه تم رصد أكثر من 20 مليون دينار بمركز واحد بولاية صفاقس وفق قوله. الهجرة غير النظامية هذه القضية دولية ولكنها أيضا داخلية، وما كان لهذه الظاهرة أن تتفاقم أو تستفحل بهذا الشكل لولا هذا الوضع الداخلي غير الطبيعي. كيف دخل هؤلاء خارج أي إطار قانوني؟ هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، وفي نفس الوقت تدفق الأموال من الخارج بالمليارات. بالأمس اطلعت على وثيقة بمركز واحد بصفاقس أكثر من 20 مليار. كيف دخلت هذه الأموال وأين لجنة التحاليل المالية؟ وهناك في تونس في سنة 2018 من تحصل على مئات الملايين من الدولارات لتوطينهم في تونس. ومرة أخرى أقولها على رؤوس الملأ أن تونس لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء. قبل ما نخوض في خطاب رئيس الجمهورية اللي كنا نسمع فيه وهو يفتتح مجلس الأمن القومي، قبل هذايا رئيس مجلس النواب السيد إبراهيم بودربيلة يقول لك تعامل مؤسسات الدولة مع المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء كان وفقا للمواثيق الدولية وبطرق تليق بكرامة الإنسان. إلى أي مدى أنت موافق الشيء هذا؟ إبراهيم بودربيلة اللي أعترف بهذا البرلمان بصراحة ما تعرفش بهذا البرلمان لأنه مش برلمان هو. إيش نحكيه أنا ما تعرف الحاجة الباهية في حياتي قريت في الجامعة المنهجية. نحاول نكون منهجي. السيد رئيس سيدنا كيف جاء ودخلوا؟ إحنا نسألوك السيد رئيس مش أنت تسيدنا. أنا نسألوك أنت تحكم عندك الأمن وعندك الجيش وعندك الصلوحيات الكل وعندك معناها الصلوحيات تجنكيز خان. جنكيز خان كانت عنده صلاحياتك من السيد الرئيس. احنا نسالوك كيش دخلوا الناس هذو وكيف جاوا وشكون مولهم؟ علاش هو ما يعرفش منين دخلوا؟ انا نرجع وقال كيف دخلوا هو يسال فينا. هو يسالنا كمواطن بسيط يسال فيا. انا ما نعرفش كيش دخلوا. نحاول نعرف. سنين. صعيب لهالدرجه كنا نعرفوا كيفاش دخلوا؟ يسوي مش صعيب. يظهر لي القاسي والداني يعرف كيفاش دخل. سمعني صارت في البلاد في عهد بن علي حرب اهليه في الجزائر 10 سنين ودبرها ما دخلتش البلاد. معناها فهمت معناها انا مشيت في تونس في الحال في الوقت الحالي ممكن الامن يعرف صباتك لونه قداش وقداش الطايم تاعك. الامن يعرف شو نعرف شو معناها نعرف. انا مشيت عملت مرت مش نعمل ندوه في 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 بلاد فهمت الامن سلموا الروتين 5 مرات بربع خش في يجيكم من الجدول غير ما قلتش انا الروتين هذاك بشيلو انا نعرف. ثانيا قلت لك بلاد بعلي اليوم الدوله ماهيش قادره باش تعطيني العدد نتاعهم. قديش عددهم هذم يقولون قديش ثم ديز استيماسيون بين 50,000 و 70,000 60,000 هذاك تقريبا اليوم فما ناس سمح مدونين وتبارك الله عليهم علماء يحكيوا بالمليون مليون ونص وهذا مستحيل شنو مستحيل سي امبوسيبل مليون ونص اذا هما بين 50,000 و 70,000 في عهد بن علي في 2008 صارت ندوه كبيره دوله قالت حاجه البلاد بالعماله الافريقيه بين 15,000 و 20,000 معناها وانا استيمي فهم وكان زيدهم الطلبه توتال 30,000 معناها لو نومبر تقريبا ضعف لو اي ضعف بون سي فري يا بروبليم انا مشيت شفت في جبنيانه وصفاقس سي انتونابل معناها عدد تاع مهاجرين معناها في وضع مش شكون وصلنا لهذا
شوف، اولا احنا ما عندناش حدود لا مع مالي لا مع تشاد لا مع السودان لا مع نيجر، ما عندناش حدود. شكون جابهم؟ قولوا لنا بكل صراحه شكون جابهم، شكون جابهم بالكيران وحطهم في الحدود التونسيه؟ ما نتصورش نجي جلول، ما نتصورش كان انت تعرف وانا نعرف واللي كلنا هنا في الاستوديو نعرفوا الناس هذوما كيفاش دخلوا. ايش داخلين؟ ما نتصورش رئيس الجمهوريه ما يعرفش داخلين على الحدود الغربيه، اما دخلوا على الجزائر او دخلوا على تونس. دونك سؤالي ليك بالنسبه لي انا الاخوه في الجزائر مع احترامه وياش اشقاء ونحترمهم وعندنا تاريخ، حسب رايي عندهم مؤسسه، عندهم تقريبا 4 ولا 5 جيش في العالم، مؤسسات عسكريه قويه وكل، قادرين على منحهم باش دخلهم. رئيس الجمهوريه يقول لك ما كان لهذه الظاهره ان تستفحل لولا الوضع الداخلي غير الطبيعي. شنو الوضع الداخلي غير الطبيعي؟ فما وضع داخلي غير طبيعي خلى جنوب المهاجرين جنوب الصحراء يدخلوا بتلك الاعداد. قول لي شنو الوضع الداخلي؟ عندنا حرب اهليه في تونس؟ ما عندناش حرب اهليه. حاشتنا ميليشيات؟ ما حاشتناش ميليشيات. حاشتنا بعبيد زي دور تونس اول بلد الغى العبيد معناها في العالم. حاشتنا صحيح بعماله اجنبيه من الناس كنا معروفه مرميات معروفين بعمل اجنبي، اما دور الدوله نورمالمون كان جات دوله تحرر نفسها راهم عاملينهم كارت سجور، راهم مصورينهم، راهم يعرفوا. صور دوله ما تعرفهمش هذم، معناها الغريب ناس موجوده على التراب التونسي ما نعرفهمش، ما نعرفهمش لا بوكو حرام لا ارهابيين لا، وخاصة ثم دولة اسمها النيجر. النيجر حسب رأيي النيجر فيها برشا مشاكل، فيها برشا مشاكل. مش النيجر كان هو هو برشا بلدان على مالي ثم ناس النيجر. شوف معناها شوف الوضع، لا عسكريا نحكي، ثم ناس هاربين حرب اهليه، سودانيين حاربين حرب اهليه، راهو حبابنا وكرهنا. احنا توانسه وقت اللي دخلت فرنسا حرب اهليه مشينا نزحنا الجزائر، وقت الاخوه الليبيين في 1911 هربوا من الاستعمار. معناها ثم وضع 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 معقد. عوضا ان نرميو الناس كل في الكاره والوجه والزحف الاسود، ده ثم زحف اسود ولا زحف اخضر، ثم مشكل. المشكل حله سهل سهل. اولا الا يخدم على روحه وحشتنا بيه ونلموا لوتيكا ونلموا كونيكت ونقول لهم قداش حاجتكم بالعماله وفي سيكتور معروفين الباتيمون والفلاحه حاجتهم بيه وفي الخدمات قداش حاجتكم؟ حاجتهم ب 10,000 15,000 يجي اعمل لهم اوراقهم ورجل. انا ما حاسكش بيه، حطه في طياره وروح بيه البلاد ويعرفوه منين جايين. مش صحيح ما يعرفوش منين جايين، روح بيه البلاد. عندك مثلا سودانيين اللي هما بلادهم في حرب، وين باش تهزهم؟ انا اسكمل عاد تقول لك روح بيهم لبلادهم وطلاني خلصوا ميدوني مزيانه ومحلاهم، ما تدفع تخلص. هذا خاصه الا في عهد باش قاد سبسي عرض على الدوله التونسيه اموال مش خايبه بكل، قالوا لهم تعملوا لهم مخيمات. وتونس وقت السي البيج رفض وانا على بالي باهي الحكايه دي. انا كنت في العام قداش هذا؟ يظهر وقت مشى السي البيج لاوروبا 2016 2017 يظهر، اما توقع العرض مش في دافوس ورفضوا السي البيج، مش في دافوس رفضا قاطعا. معناه فكرة توطين الأفارقة في تونس موجودة عند أوروبا، جعلين تونس من ترمينوس إذا للهجرة الأفريقية. لأن نجي جلول اللي قاعد تقول فيه أنت توا يتلخص في كلمتين اللي هي سياسة هجرية. احنا مازال ما وصلناش الغادي. احنا يا نجي جلول البارح رئيس الجمهورية قاعد يقول لنا اللي فما خونة في تونس هما اللي جابوا هذا العدد من الأفارقة جنوب الصحراء ودخلوهم وهما اللي قاعدين يعملوا في المشاكل. شبري تفهم فيا قاعد نقول لك؟ ما كان عندنا في تونس كانت عندنا التجارة الصحراوية، كل الناس تمشي تجز الملح للواحد بالجملات والقوافل وتجيب العبيد. عندنا تيظهر يظهر في تونس رجعنا عندنا جماعه يجيبوا قوافل العبيد. شوف انا ساخر اللي قاعد تقول فيه باش تبدا الامور في اطارها. انا شوف انا اتحس ما اخفت هو خطاب التخوين، فهمت؟ التخوين والخونه والتحوين والعملاء وتونس هذا خطاب نعرفه، خطاب نجم تكون مؤامره على تونس هذه؟ شوف 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 اسمع، الناس مرضه من المؤامره. شوف العجز الا يعجز حل المشاكل يمشي المؤامره، ونعرفوها في الانظمه الشرقيه المؤامره ثم حتى مؤامره تسمى عجز على حل مشاكل بلاد، تسمى تقصير على حل مشاكل بلاد. ثم ناس محطوطه في السلطه عديمي الكفاءه بصراحه، راهو كي تقول السنه عديم الكفاءه راهو ما عندهمش كفاءه، ناس ما عندهمش تجربه. ها يا سيدي
هاو نرجعوا للحكاية. علاش أنا ديما نطلب يجيبوا ناس في السياسة عندهم تجربة ومارسوا الدولة؟ فما ناس مش هاد السيف سيرفيس في إدارة يلقى روحه معناها مسؤول دولة بعد دولة كبير. ثم ناس ما تعرفش معناها الدولة. ثم ناس فماش عيب راهو، اما ناس ما عندهم حتى تجربة الدولة. اليوم عنا مسؤولين في البلاد يتعلموا في الحجامة في روس ليتاما، هذا هو الموجود. لكن على الأقل يتعلم ناجي، يتعلم معناها ينجم يكون مسؤول ما تقلدش مناصب في السابق، ولكن على الأقل لا يتعلم. شوف بن علي، بن علي ما يعرفش كده. جي كان عنده الذكاء باش يجيب ناس يعرفوا حطوا مع جنبه. جي بن علي طلع بخطاب دبلوماسيه وبعد شد وزارات نتاع السياده. شيء ولا شيء يعرف البوليسيه بن علي كان بوليسي يعرف يعرف. جاء ما جاب دوب جات ناس تعرف مع جنبه. حط ناس تعرف مع جنبه. يودي حط ناس تعرف. دور روحك بالكفاءات. البلاد هذه ربي عطاها كفاءات في كل نوع، كفاءات تونسية ربما من أحسن كفاءات في العالم. أنا درت معناها كنت 3 سنين اتصلت بكفاءات تونسية في أمريكا في فرنسا وفي الهند وفي الصين وكل البلاد معبية بالكفاءات. علاش اليوم عندنا مشكلة مع الكفاءات؟ عندنا مشكلة مع القادرين. اليوم مالوريزمون معناها سما مشكلة، وهذا الكل يجي من سوء تسيير ومن ضعف الحوكمة وناتج عن هذا في كل شيء. راهو في حكاية الأفارقة، في حكاية التمويل، في حكاية التعليم، في حكاية الصحة، في حكاية النقل، في كل شيء. عوضا نشوفوا المشاكل ونحلوها نلقاو حل سهل. راهو أسهل حاجة المؤامرة، ما تعرفها تقعد في القهوة انت شوية، الرجال يقعد في القهوة يتشكى من سيبته، مش مشكلته مش مع سيبته، هو عنده مشكلة مع مرته، أما ما نجمش يحكي على مرته في القهوة، يحكي على سيبته، عنده مشكلة مع مرته يحطها في راس سيبته. هذاك بالضبط اللي قاعد صاير في البلاد هذه. ما مشيو يا سيدي، الناس كل ضدنا، الناس كل متآمرة علينا، برحمة الله هالبلاد الخيرات الكبيرة تآمرة عليها، هالبلاد الثروات متآمرة عليها. يا ودي سامحني، البلاد هذه ولادها هاجين والناس كل تعرف انا هزمنا الافارقه سي تان بروبليم، ما قلتلكش ماهيش مشكله راهو سما مشكله. اما حسب ما وصلني 80% يحبوا يحرقوا كيما ولادنا يحبوا يحرقوا، والناس كل تحب تحرق، هي مش كان احنا راهو يحبوا يحرقوا. اذا القى حلول. يشوف اون ني با بري افير لو سال بولو دي ايطاليان، خاطر تلاين فما حوايج ما نعرفش يعملوهم. عندهم اتفاقات اوروبيه وعندهم منظمات حقوقيه في اوروبا وعندهم معاهدات وعندهم مارشيات وفما حاجه اخرى الناس تنساها. اليوم فما صراع ايطالي فرنسي على افريقيا. مستقبل العالم راهو افريقيا. ايه تحب يحب هو احنا نعملوها خدمه. قاعدين ناخذوا في مقابل على هذا؟ ما نعرفش. هذه تسال ماش ما نعرفش ما نعرفش. فما ارقام معلن عليها لكن الارقام بالحق معناها معناتها جديد يعني الارقام اللي حطيتها. شوف الدوله ما قدمت لنا اللي تقف في الارقام، كانت تقف في الارقام تقولنا، كانت تقولنا تقف فلوس تقولنا، كانت تقول فما معاهدات تقولنا، ما نعرفوا شيء في البلدين. لا نسمعوا بهم في الميديا الاخرين. لا نسمعوا بهم في الفيسبوك. لا في الميديا الاخرين نسمعوا بهم. من يونكر اعلام الدول الصديقه معناها. هذوك متامرين علينا ما نحبش نسمعهم انا. بارك الله في البلاد هذه عندنا التلفزه الوطنيه وعندنا الاذاعه الوطنيه وعندنا الاذاعات الوطنيه وعندنا الاعلام الحكومي، الاعلام الحكومي ما عادش اعلام، ما عادش اعلام عمومي اسمها حكومي. عندنا هذا قولونا. شوف قولونا اش قال، نحبوا نسمعوا نحبوا نعرفوا. راهو ما احنا يا سيدي ما احناش. كيفاش تتخيلها الازمه هذه، ازمه المهاجرين غير النظاميين، كيفاش تتخيلها بشتوفة؟ وين باش تهزنا الازمه هذه؟ مشتوفة. انا نتمنى ان شاء الله ما يصيرش فيها صاله تتحل بالعقل، والحل واضح جدا وساهل جدا. تتعمل مؤتمر بين البلدان المعنيه، الجزائر المعنيه، ليبيا معنيه، تشاد معنيه، مالي معنيه، السودان ربما في حرب اهليه، النيجر معنيه، ايطاليا معنيه، المانيا معنيه، هل هذو يكونوا يتلموا ويلقاوا حلول منها حل اللي اقترحت وانا هو السوق الاورو الافريقيه للشغل. وليد لقاوا حل. قولوا لنا قداش الافارقه هذم تنجموا تخدموهم في ايطاليا؟ قداش الفارق؟ خذ تشوف فما نوع من
وسامحني من قلة الحياة في أوروبا. شوف إيطاليا بزعم أعطيك إيطاليا. إيطاليا 25% من سكانها شياب وعزيز حاجتها بالعمل الأجنبي. هذاك علاش اللي يحرق ديريكت تعملوا الكونترا راهو معناها فما خطاب تملوني موجود للعامة للطلياني الضعيف الا يحس معناها المهاجر عاد فيه، في حين انا راس مالي تالي حاجته بالعمل هذيك. اليوم المانيا حاجتها ب 7 مليون مهاجر، اليوم اوروبا حاجتها ب انهم دوروا الوجهه اكثر لاوكرانيا يمكن يحبوا على فما عامل ثالث في افريقيا ووهم والتدخل الروسي في صحيح. صحيح. روسي روسيا صحيح. عندها مشكلة مع إيطاليا لأن في حرب أوكرانيا موجودة ونعرفوا فاغنر شنو الدورة مش نرجع لهذا نسمع الهجرة اللي يحبوا عليها اللي يحكي عليها دونك نجي جلول ساعة هجرة انتقائية وقالوها وقاعدة مثلا ألمانيا مع المغرب صارت محادثات نتاع نرجعوا لكم الحارقين وناخذوا من عندكم احنا شنو اللي حاجتنا هذا ناخذوا الكفاءات. أولا ثانيا أنت حكيت على مؤتمر الرئيس الجزائر دونك عبد المجيد تبون كان في تونس مع الرئيس المجلس الرئاسي الليبي. احنا عرفنا حاجه على اللي تقال معناها بعض الصور اللي خرجت ولات معناتها الفيسبوك كلها معناتها ولات ميمز خلينا نقولوا معناها اليوم وفما في الفتره هذيك زاد ميلوني جات لتونس وجات لتونس ما نسمعوا حتى شيء بار صور ما نشوفوا حتى شيء معناها يمكن اللقاء ما صارش بصفه مباشره ولكن هوكا احنا كي نربطوا شويه الخيوط مع بعضها اللقاء تحكي فيه انت نجم يكون صار في الخفاء ما نعرفوش شنو بالضبط الموضوع معناها. شوف هو الخطر اللي يصيب الشعوب نهارة ان الشعوب معاش تصدق السلطة متاعها والشعوب معاش تصدق الحكومة متاعها معاش تصدق المسؤولين متاعها. نفس الوضع كان صغير معاش تصدق بوه ومراه. تو نرجع لك ناجي جلول باش نواصلوا نحكيوا في موضوع الهجرة وفي مواضيع أخرى منها الفساد لأنه كذلك من الملفات اللي متواترة في خطابات رئيس الجمهورية. قبل هذا ناخذوا عناوين النشرة المفصلة للأخبار مع سهيل السمحي. وصل معكم في لوماج اكسبريس نجدد التحية للناس اللي تسمع فينا ونجدد التحية لضيفنا يرافقنا على امتداد البرنامج للتعليق على اخبار ال 24 ساعة الاخيرة ناجي جلول رئيس الائتلاف الوطني التونسي وما جناش يديه فارغة بما انه جاب معه برنامج كامل قدامه كتيب تونس الغد نموذج جديد للتنمية تحرير الطاقات وتحقيق الرفاه للجميع. برنامج انتخابي رئاسي فيه 100 اجراء توانسة ما عادش يقراوا البرامج دوك انت مازال ما ترشحتش للانتخابات اما حضرت برنامج راني انا استاذ جامع نحضر ما شاء الله قبل بعام راه ما شاء الله لا غالب ايش تحب هكا لا غالب انا مازلت عندي عقليه الاستاذ الجامعي اللي يكتب ويحضر دروسه من قبل وما يدخلش يرتجلوا انا نقرا درسي راهو هكا الارتجال هذا راهو شمتا شقول هو الجاحظ كل ما العجم روايه الاول على الثاني والثالث والرابع المراكب وكل ما العرب الارتجال حذو به لا 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 ويرتجل شو منها ترتجل يا فماش ارتجال يا ولد العلم تكتب والعلم تقرا وخطابات نورمالمون انا قد بقات وزين خطاباتي مكتوبه راه بورتون نجم نرتجل ما عندكش فكره ما نكتب خطاباتي يعني نزال نحترم نفسي. الكتيب هذا فيه باب لمحاربه الفساد ولا بيان سور في باب محاربه الفساد بيان سور اول واحد حكى على الفساد في تونس راهو انا اما راهو فما اما مش كيما على طريقه زورو راهو خاطر زورو هي السيف ويحارب الفاسدين بلاد زورو هي اكثر بلاد فيها الفساد اللي هي المكسيك ثم فرق اي لا نحكيو على المكسيك باش تفهموا ما تعرف بلاد زورو قلت لك بلاد فيها الفساد مسكين زورو كنا شايخين عليه وعلى الصغار الظهر فشل البارح كان اجتماع لمجلس الامن القومي ورئيس الجمهوريه حكى على عدد من ملفات الفساد. خلال الاجتماع هذايا عن تستر عدد من المسؤولين على عدد كبير من ملفات الفساد وقال سأعرض في المجلس الوزراء القادم سأتعرض في مجلس الوزراء القادم إلى عدد من المسؤولين الذين تمنوا على بعض القطاعات ولكنهم خانوا الأمانة وتابع بالقول هناك من تم تعيينه ليقاوم الفساد فصار بسرعة كبيرة عضوا بهذه الشبكات وسيحال على العدالة حتى تبت في فسادهم وفي تواطؤهم مع المفسدين وتستر هم على الفساد. هؤلاء الذين يلتقون كل يوم تقريبا ويتظاهرون بأنهم يتنافسون أو يتظاهرون بأنهم سيتقدمون إلى الانتخابات الرئاسية تقدمون أن توفرت فيهم شروط بطبيعة الحال ولكن خيانة الوطن
والارتماء في أحضان الخارج. لا أعتقد أن أي مواطن تونسي يقبل بمثل هؤلاء الذين يدعون الوطنية، ولكن بالنسبة إليهم لا يعني الوطن أي شيء. عدد من المسؤولين الذين اؤتمنوا على بعض القطاعات خانوا الأمانة. هناك اليوم من يتستر على عدد كبير من ملفات الفساد تم تعيينه ليقاوم الفساد، فصار بسرعة كبيرة عضوا من هذه الشبكات ويتخفى عن آلاف الملفات. قبليك نجي جلول سألتك هل يمكن للمؤامرة أن تفسر كل شيء؟ نفس الشيء بالنسبة للفساد، مش أول مرة رئيس الجمهورية يتعرض لموضوع الفساد، وليس أول مرة في كل زيارته تقريبا السبب ديما هو الفساد. الفساد أو الآخر تقريبا عرفنا الحكاية. شوف أنا من السنة أولى سياسة، معنا فهمت من السنة أولى سياسة وعندي تجربة وبدت نحلل ونناقش. بلاد هذه فيها برشا فساد صحيح، أما كيفاش تحارب الفساد؟ بتغيير القوانين، بتغيير التشريعات، لأن الناس تفسد بالقوانين. ثم هاو سمعنا السيد الرئيس قال مسؤولين أوتومينو، ما تعرف ديغول يقول لك مونتر مواتي كونسيج تو ديستوي، معين من السيد الرئيس هو معين الناس مش باهين. هو الحق ما يعرفوش شكون عينه، لانه ما فماش حتى تدقيق في الموضوع. بصراحه عايل مشيشي معناها هبطت عليه المشاكل كل، عينه من السيد الرئيس. ثم السيد الرئيس يقولنا يحبوا كان انتخابات رئاسيه، يا خليتي لنا حاجه انت بس نورمال تحب انتخابات رئاسيه، ما هي صلوحيات البرلمان؟ ما هي صلوحيات باهي السيد الرئيس باش نجاوب له سؤال معناها بكل ادب وكل باهي، شبيك عمرك ما ترشحت انتخابات تشريعيه؟ شبيك عمرك ما انتخبت انتخابات البلديه؟ معناها تلوم علينا احنا معناها ما ترشحوش التشريعيه، تحب ترشحوا الرئاسيه، وحقنا بترشحوا الرئاسيه، لان الدستور الحالي يعطي صلوحيات فرعونيه للجمهوريه. هذا صحيح ولا لا؟ ثم هالخطاب ارتموا في احضان الخارج. يا خويا خلي التوانسه يختاروا. كانوا عميل ما يختاروهوش التوانسه. كانوا مخايم ما يختاروش توانسه، معناها تو با با اتر جوري بارتي. ما تعرف الشرعيه هي صندوق التوانسه، خليهم يختاروا. ان نعتبر التونسي عاقل ورشد، والله قال ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خات الانبياء، لان الله اعتبر ان الانسان اصبح عاقلا ولم يعد بحاجه الى رساله السماء، ما عادش حاجته. الانسان عنده فكر، وانا نعتبر التونسي عنده فكر وموش غبي، ورغم كل ما يقال على التوانسه، التوانسه يعرفوا يختاروا لانه شعب إذن ذكي، يخليهم يختاروا. لماذا انت الى درجه كونه من هب ودب يترشح للانتخابات الرئاسيه؟ هذيك المشكله، من هب ودب. علاش في امريكا فما ديما زوز مرشحين برك؟ هو على فكره في امريكا فما اكثر من زوج مرشحين، لكن احنا ديما نتبعوا الجمهوريين والديمقراطيين. ثم زوج مرشحين في العالم الديمقراطي الكل، ثم زوج ثلاثه مرشحين، لان المشكله اللي يختاروا المرشحين هم الاحزاب. كي تبنى عندك حياه حزبيه قويه ما تخليش من دبه وهبه، تخلي الاحزاب كماكينات انتخابيه، كماكينات عندها اموال، كماكينات عندها وقت. اللي انت 10 سنوات وهو من ترذيل الاحزاب، وهو الخطاب من تحزب خانة، ومحاصره الاحزاب، ونعرف شو نقول انا، انا بنجي نعمل اجتماع حزبي معناها محاصره وتهميش الاحزاب، ومعناها عدمت ديمقراطيه الاحزاب. راهو في العالم الكل من عاد، شوف حتى في اثينا كانوا الاحزاب، معناها وقت اللي ما تتوزعش احزاب، ما تتوزعش ديمقراطيه داخليه، ولي ما دبا وهبا. لو كان جات عندنا احزاب قويه راهو ما عندناش وانا نعتبر ان المرشح المستقل هو في جزء، مش ديما بيان سور، مش ديما هو يمكن يكون مشروع تاع حكم فردي، لان ما عندوش شكون يحكم معاه، في حين الحزب رغم كل ظروفه كل مساوئه عنده شكون يحكم معاك. احنا كنا في نداء تونس ما كانش باش قائد سبسي يحكم وحده، كنا نحكموا معاه 10% ما نحكموا معاه ما يسالش، حتى الحكومه العينه جايه من حزبه. اليوم انت في تونس تبدا قاعد في القهوه، يجيك تليفونك وليت وزير، يجيك تليفونك وليت بي دي جي،
تعرفهم انت الوزراء قبل انت تونس السيد رئيس الحكومه. هاي عندي مشكله معاه مش شخصيه، تحكي على الحالي السيد احمد الحشين. ايه تعرف السي في نتاعه، تعرف وش عمل، تعرف نشاطه السياسي، تعرف نشاطه الحزبي، اكتشفناه في القصب. ايه اكتشفناه نهار اللي ادى القسم، قدمنا برنامج انتخابي، قدمناش باش يعمل، قال منا شنو مشروع برنامج عمل مش برنامج انتخابي. ايه هو، ايه هو تم تعيينه، معناه ماهوش ما دخلش انتخابات، قدم برنامج انتخابي. به انت حكيت على حقق انا 90% من الناس، فهمت، وما احترمني الناس، فهمت، الناس 90% ما لا تو يحكموا في تونس ولا حتى جاوا بعد الثوره، معناها عندهم صفر تجربه سياسيه. حكيت على الدستور اللي عنده يعطي لرئيس الجمهوريه صلاحيات فرعونيه كمرشح محتمل، بما انك ما اعلنتش رسميا على ترشحك للرئاسيه، في صوره توليك رئاسه الجمهوريه هل ستبقي على هذه الصلاحيات في الدستور؟ شوف انا مقلق في هذا ساعه، ما تعرفني انا اختصاصي تاريخ، شعك الفصل على الزمام الاحمر مش دستور الزمام الاحمر، راهو قانون الزيتون تاع عثمان داير راهو محطوط زمام احمر. معناها بصراحه حتى تاريخ صياغه الدستور ما زيش هكا، الدساتير في البلدان المحترمه تكون فيه السرديه الوطنيه، تونس شنيه هذيك، حتى سامحني معناها ما يجيش دستور، يجي كل شيء يجي، وثم الدستور هو دستور بالرسمي هو عقد، معناها يربط افراد المجتمع، عمره ما فرد وحده يكتب دستور. سمعت بدستور كتبه شخص انت؟ سمعتش اول مره انا اسمع عنه، ما تعرف البلاد، قلت لك بلاد داد، بلاد العجائب والغرائب. اذا ستغير الدستور في صورة توليك الرئاسة بأي طريقة؟ بطريقة سهلة ياسر، بعد انتخابات رئاسية تدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة اليوانية بطبيعة الحال، لأن الناس لازم نواب ومنتخبين، و تعطي للدستور إذا صلاحيات، إما التخلي عن الدستور مش تخلوا عليه الناس كلها، ما نصورش ما تونسي سيقع انتخاب المجلس المنتخب سيصوت هل يبقي على هذا الدستور ام يلغيه؟ المجلس المنتخب القادم سيصوت ضد هذا الدستور. لا ما نبداوش، اعطيني مراحل نجي جلول باش نمشيو به. نقول لك سيصوت يا ودي، احنا في البلاد هذه وليت ما عادش حاسس بالسياسيين في البلاد هذه، راهو مالا شنو حاسس؟ حاسس بالفويونت، باللي قراوا الغيب، برس خايب انت، ما هي بعلي وفويونت مازال والله قالت المراه باش تولي كي دبي تونس. اي باش قال باش تولي كي دبي. اي سامحني دوك انت باش تعمل انتخابات لا يصلح وسيقع التخلي عليه باي طريق؟ المجلس القادم هو من سيخد دستور جديد. انا مش قادر، المفروض مجلس النواب هو يطبق يشرع يسن قوانين، ماهوش تاسيس، هو ماهوش مجلس تاسيسي. نعملوا تاسيس جديد، تو شنو باش نعاودوا نرجعوا لهدره التاسيسي من الاول وجديد؟ نقعدوا معناها احنا قدرنا في البلاد هذيا يجي رئيس نحيو الرئيس نحيو الدستور نبدلوا الدستور ونقعدوا ندوروا في نفس الحلقه، معناها دستور قرطاج وبعد دستور عهد الامان وبعد دستور بورقيبه قداش ما بيناتهم دستور النهضه قداش ما بيناتهم دستور قيس سعيد قداش ما بيناتهم الدساتير. اي مش في 10 11 سنه باش نعملوا 3 4 دساتير نجي جلو. ما الحل اللي نصوره الاقرب وهو البرلمان الجاي يقترح تحويرات في دستور 2014 باعتبار انه دستور هكا نفهم تقريبا هكا نفهم جزء كبير تواسى ثم تحويرات والبقاء على النظام الرئاسي مش النظام الفرعوني البقاء على النظام الرئاسي لان صحيح التوانسه يحبوا النظام الرئاسي وتحويرات ثم تحويرات كما في بعد الثوره كان علينا ان نقوم بعد هذا في حاله مانا فما كالندري الكتورال وتاريخ للانتخابات محتمل افتراضي اللي نحكي فيه كله مبني للمجهول وقتاش ما نعرفش مستير انتخابات ما نستير انتخابات معناها ما نجموش راه شوف البلاد هذه صارت فيها ثوره حبينا وكرهنا لا هي ثورة البرويتا لا هي ثورة كريتا صار ثورة بالرسمي فما ناس ماتت وناس استشهدت وتحل مجال الحرية وهنا نقول لك توانسة بكل اللي قاعد يصير لا رجعة عن الديمقراطية. باهي فاصل باش نواصلوا معك نجي جلول في قراءة لأخبار ال 24 ساعة الأخيرة باش نحكيو على تمويل الجمعيات راجعين.
Vous aspirez à une transition sécurisée vers le cloud? Vous cherchez la conformité légale et visez être classé un organisme de premier degré en confiance numérique par l'Agence nationale de cybersécurité? Next Step, premier fournisseur labellisé cloud national en Tunisie, répond à vos attentes et vous garantit disponibilité, conformité et sécurité. Next Step, your first step into the national cloud. Le Mag Express. مواصلين معكم في قراءة لأخبار الـ 24 ساعة الأخيرة. باش نواصلوا مع ملف الجمعيات وتمويل الجمعيات. خلال اجتماع مجلس الأمن القومي طرق رئيس الجمهورية إلى ملف الجمعيات وأكد على أنه لا مجال لأن تحل الجمعيات مكان الدولة وفق قوله، وتسائل في هذا السياق عن معنى نشر طلب عروض في إحدى الصحف اليومية قبل أيام من قبل جمعية لإيواء المهاجرين، وأكد على أنه الهلال الأحمر التونسي قادر على تقديم المساعدة لهم، كما أنه توجد قواعد وقوانين خاصة بتواجد الأجانب في تونس ولا بد من احترامها وتطبيقها، والفت إلى وجود جمعيات تتباكى وتذرف الدموع في وسائل الإعلام وتتلقى أموال طائلة من الخارج، مجددا التأكيد على أنه لا مجال لأن تحل الجمعيات محل الدولة، وصف القائمين على الجمعيات التي تتلقى أموال طائلة من الخارج بالخونة والعملاء، وتحدث عن اللجوء المنظم بالقوانين في تونس، وقال أنه منظمات ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تقدم لطالبي اللجوء سوى البلاغات حسب تعبير، وأكد على ضرورة أن تتعامل الجمعيات والمنظمات مع طرف ومخاطب وحيد وهي الدولة التونسية. ثم هذه الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالا طائلة من الخارج، وهؤلاء الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها، ولا مجال لجمعيات يمكن أن تحل محل الدولة. إيواء المهاجرين، هناك الهلال الأحمر التونسي يقوم بدوره على الوجه المطلوب ويقدم الخدمات لهؤلاء أكثر مما يلقونه في دول الشمال. ثم توزيع بطاقات اللاجئ، هناك نصوص تنظم اللجوء، والمخاطب الوحيد لهذه المنظمات التي لم تقدم شيئا على الإطلاق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، لا تقدم إلا البلاغات والبيانات. رئيس الجمهورية يقول لك تمويلات قاعدة توصل لجمعيات، تمويلات أجنبية وحسب هو تمويلات مشبوهة، و ينعت هذه الجمعيات التي تتباكى وتذرف الدموع في وسائل الإعلام وتتلقى أموالا طائلة من الخارج، يصفها كوني هؤلاء خونة وعملاء. اسمع والله رجعتوني لصوت العرب من القاهرة، فهمت؟ تفكر خطابات عبد الناصر، ورجعنا أنا كتبت مقالة كيف تشرقت تونس. الله يهديه محمد بن زكي، الله 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 يسامحه، قام بتشريق هذا البلد، قام بتشريق، احنا تشرقنا ما عادش ننتميو الى، كانت عندنا خصوصيه، اذا بلد يسميوه غرب الشرق وشرق الغرب هكا جغرافيا نسميوه، بدنا نفقدوا فيها هويتنا. شوف انا ضد تمويل الجمعيات، ونعرف ان الارهاب تسرب الى تونس عن طريق مع عديد من الجمعيات تسمى الخيرية، وأنا من الناس اللي حاربوا هذه الجمعيات، معناها سمى أنفولي صحيحة في جمعيات كانت تلقى موال ومولة إرهاب ومولة إذا انتعات، فما جمعيات كانت هي واجهة لأحزاب نعرفوهم كل، إذا معناها الناس كل تعرف هذا، ثم جمعيات كانت أساسا لتدخل إذا أجنبي، أنا كنت مع دراسات استراتيجية وتعاملت مع جمعيات ومع منظمات، إذا هي ما حطوش الناس كل دون ممساك أما أو مي با تو لو موند دون ممساك، أولا ثم منظمات قاعدة تلعب في دور أساسي كما اليونيسيف
تقوليش هذم. عندنا منظمات تابعه للرنوا، اذا تابعه الى منظومات اذا اللاجئين العالميه. عندنا منظمات حكوميه مثلا اليوم شوف ان مثلا اتهام الكاس، اتهام جيزاد، اتهام هذم بلدان تلعب دور مع بلدان وعلى معهم اتفاقيات، اتهام اذا فما جمعيه قاعد تشوفها في الفيسبوك نعرف كل يسبوا فيها، وهي فرع من فرانس تير دازيل، هي جمعيه تونسيه فرع من فرانس تير دازيل اللي هي جمعيه نعرفوها في فرنسا، وانا عشت في الغربه ونعرف هذه هي جمعيه كانت اذا تعتني بشنو تلاجي. ثم بصراحه هذو الناس موجودين في تونس، دخلوا بطريقه غير شرعيه، دخلوا بباسبور قمره يا سيدي، هاي سميوه مش باسبور، باسبور قمره داير، دخلوا موجودين هنا. فما حاجتين يا خويا، انا بالنسبه لي انا الا ما عندوش حاجتنا به يرجعوه لبلاده، هذا كل دوله لها الحق بان تحمي ترابها وتحمي حدودها وتحمي سكانها وتعرف السيده الموجود هويته، انا معاه. اما تبقينا اليوم موجودين، ما يلزمش ناكلوهم، ما يلزمش نشربوهم، ما يلزمش نداويوهم، هذايا هذه معاهدات او موجوده في الدستور التونسي، جريمه كونك موجوده. لا موجوده في الدستور التونسي، انا نداويو اي انسان على التراب التونسي، هذا الدستور يقول. ثم تونس مصحح على معاهدات دوليه، ثم تونس عندها تقاليد في استقبال الناس، اخر بعد الثوره ما استقبلناش ملايين من ليبيا. صحيح. في الشوشه تونس ما استقبلتش، احنا كل حومه في تونس تلقى فيها لقب طرابلسي، ما استقبلناش اخواننا بالطرابلسيه بعد الاستعمار الايطالي، احنا تونس اشترى البلاد فيها لقب غربي، اللي هما الناس جاتنا من الجزائر بعد الاستعمار الجزائري، معناه احنا تونس كنا زوز ملايين، جانا مليون اندلسي. هاكا عملوا قرى يا خويا، كانت نحي المهاجرين تونس كل ما عادش تلقى حتى تونسي، لان كلنا مهاجرين. بالضبط. فما ناس اما باش ترجع لموضوع الجمعيه، فما ناس جات من لبنان، فما ناس جات تو يهود القرانا اللي هما توانسه جاوا من القرانا، معناه تونس هويتها ستون دو باساج، هي بلد هجره تونس. اما تبقينا يجي ننظموا الهجره. انا باش نرجع لموضوع الجمعيات بعد اذنك نجي جلول، لانه انت اليوم فما جمعيات كما ذكرت اللي هي نشاطها مشبوه، لكن فما جمعيات تقوم بعمل كبير وكبير جدا من المجتمع المدني. مش منظمات وليد، فما جمعيات وطنيه شبان توانسه اللي قاعدين يقوموا بحاجات بصراحه تنور الوجه. فما قانون يأطر الجمعيات ويخليك اذا كان فما تمويل مشبوه تعاقب المذنب، اذا كان فما انشطه مشبوهه. سيد رئيس الحكومه مش كان في البنك المركزي؟ مش كان غادي هو يا اخي، ما فاقش بهم، هو عنده عوام ما فاقش بهم. لا هو انتريتي من البنك المركزي اللي كان فيه قبل ما ياخذ روتريت، ما هو كان غادي. لكن في الاخير انت قانون الجمعيات يمكن الدوله ويمكن من 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 التدقيق في التمويلات. والله العظيم في تونس الامن يعرف النماله وين ساكنه، معناها هذا كله زايد. نعرف شنو معناها، شوف السلطات التونسيه تعرف شكون مول الخارج شكون مش مول الخارج، وش بيسكتنا عوام وتكلمنا تو احنا. اخي الوضع هذا موجود عنده قديش؟ توفقنا به. اخي يلزمنا المهاجرين الافارقه توفقنا بهم، معناها علاش خلوا الحلول على الاخر خلوها تتراكم؟ شوف انا خوفي يصير مشكله نتاع التموين معناها في السكر والحليب والكل، لأن الدولة ما تشريش احتكار ونحطوا سياسيين في الحبس. ومن هاي نوجه تحية إلى إذا كل المساجين السياسيين لأنهم سجن سياسيين، ومن وضمنا ناس سجناء رأي. صارت مشكلة نتاع أفارقة، المؤامرة، يجي نحلوا المؤامرة بعقلانية، يجي شرك التوانسة في حل المشكلة. انا نعتبر الا ثم اشكال نتاع لجنة الفارق، مش حرك توانسه، شرك الجمعيات، شرك الاحزاب، شرك المنظمات، شرك توانسه. شوف الحلول في البلدان الديمقراطيه والمتقدمه ما تنجم كان حلول جماعيه، اما انت وقت لا تلغي كل شيء وكل انسان صوت مخالف تعتبره معناها اذا خاين و و و و و و ومتزحلق وزق، ايه وانت حكم وحدك اليوم طبنا منك احنا. تعرف انا من الناس عنده 25 جويله، ما تعرف هذا معناه انا مانيش عدمي.
طلبنا منك باش تشارك التوانسه. اليوم البلاد عندها مشاكل اقتصاديه وعندها مشاكل اجتماعيه ومشاكل هجره ومشاكل علاقات دوليه معقده. يشارك التوانسه، شارك الاحزاب، شارك المنظمات، شارك اتحاد عامة الشغل. اما انت وقت اللي تشوف اكبر خطر يصيب الشعوب، وشفناها التجربه امريكا اللاتينيه، وقت اللي تضرب الاجسام الوسيطه من نقابات واحزاب، نهار اللي تصير لك مشاكل ما عادش عندك شكون ياثرها. انا خوفي اليوم انا مش نوصلوا الى وضع ما عاد حتى حد من اثر الحراك الاجتماعي. اليوم راهو فما اعتداءات في الليسيات في المعاهد على المربين، راهو اليوم فما عنف في البلاد هذه رهيب، اليوم فما تسيب رهيب، فما حكي عليها السيد الرئيس الناس بالسيوفه في الليل. هذا علاش؟ لانك اذا انت فرض انت ما تفرضت بالراي، ما خويا تحب مسؤوليتك. علما انه واحنا نحكيو على الجمعيات اليوم هو ذكرى تاسيس اذا رابطه حقوق الانسان راهو اي واحنا نحكيو على الجمعيات وموضوع الجمعيات، لانه منذ اكثر من ساعه اذاعه 100 اف ام هبطت منشور كونه تم الاحتفاظ برئيس الجمعيه جمعيه منامتي سعديه مصباح على ذمه التحقيق بعدما تم البحث معها من قبل فرقه الجرائم الاقتصاديه. وسعديه مصباح هي شخصيه معروفه برشا في مجال العمل معناها المجتمع المدني وناشطه في مجال حقوق الاقليات. انا تعاملت فما قرية في يابس اسمها لمدو، كل الأطفال تقريبا كل سكانها إذا من ذوي البشرة السوداء. فهمت؟ عملت معهم تروز انكيت دار موجودين وحكيت مع الصغار 14 15 عام على تام واحد وهو العنصرية. وقتها تعاملت مع سعدية مصباح، فهمت؟ أنا ما بقالي منها لي امرأة متزنة ومرأة تعرف شو تقول ومرأة لو فات اللي هي انا مانيش ضد يقع التحقيق عندها بجرائم اقتصاديه. لا ما عادش نحكي وراه كان على تحقيق على احتفاظ هنا نحكي. لا هو شو هذه مشكله ولات في البلاد هذه، فهمت؟ في الاحتفاظ كل شيء. انا معناها رجل الاعمال، ما هو عندك رجل الاعمال خايبين يخليهم في الدار وخليه في الدار ويصير معناها راهو اكثر ولات في تونس اسا حاجه حتى العبد في الحبس. راهو نحطك في الحبس وبعد نشوف هذيك ولات في تونس عاده. راهو رجال الاعمال في الحبس السياسي. يبدو كان الاحتفاظ بها ماهوش باش يقل عن 5 ايام بالنسبه لي شوف لو شوف مصريح. انا بالنسبه لي انا رغم كل شيء ورغم الجو الماطري والاعصاري، فهمت؟ كما يقول عبد الحليم، ما زالت عندي ثقه في القضاء. انا لو كنت مكان محامين الاصدقاء وما اصدقاء في السجن، راني وجهت رساله الى القضاء، برا تحملوا مسؤولياتكم وما عادش نحب نساهم في هالمسرحيه اللي هي ماشيين جايين على الحبس. في حين انا اليوم اليوم خلينا نقولوها بصراحه، المساجين السياسيين معناها تو هي مساله سياسيه وقضيه سياسيه اساسا. لا ردوها لا قانونيه، هي قضيه سياسيه. اي معناها الوقت تولي تعمل بالمبدا السائد اليوم في الراي العام، معناتها الشعبي اللي يقول لك عطالي ما عمل حتى شيء تو يخرج، معناتها نحطوا الناس في الحبس وبعد يفوق معناتها يوليو يخرج. في فرنسا هو اللي ماشي بالعنكبان، ثم حاكم التحقيق وجوج ليبراسي، بعد كم التحقيق وجوج ليبراسي يحط في الحبس. انت مديريك تهز في الحبس و14 وما شكون تو حكيت في حكايه الفارقه ما نعرفوا شيء. في حكايه هذا التآمر عم ما نعرفوا شيء. يقولوا لنا علاش يقولوا لنا خلينا نعرفوا نجي معاكم يا سيدي. تحبوا الفارقه كما تو يحكيوا سيقعوا التعرض ليهم وطردهم. تو قولوا لنا الفارقه هذم ارهابيين مجرمين عملاء دولة اجنبيه، كان هذا الكل تو انا اول واحد نعرض في طردهم. قولوا لنا شكون هم. المصيبه ان احنا في البلاد محرومين من المعرفه. اليوم عندنا شعار في بعض الدول الخليجيه، لا تفكر فالدوله تفكر مكانك. يا اخوي نحب نفكر انا، ايش قال بن غلان؟ نحب نعبر، سيبوني نحب نتكلم. ايش قال الجاحظ؟ من تكلم قتلناه ومن سكت مات نغمن. انا اخوي ما نحبش نموت غمن، نحب نتكلم. اعطيني الحريه باش تتكلم.
شكرا لك نجي جلول. باش نواصلوا معكم بعد شويه هاشتاج باش نواصلوا في نفس المواضيع اللي قاعد يتم تناولها في مواقع التواصل الاجتماعي بالزاده بالتوازي. قاعدين نحاولوا ناخذوا اكثر تفاصيل على موضوع سعديه مصباح، واذا كان امكن التحصل ولا التواصل مع لسان الدفاع نتاعها نجموا يكون معنا بعد شويه في لوماج اكسبريس. موصلين معكم حتى للسبعه، راجعين مع هاشتاج هجر بوجمع.